تم إطلاق النار على ديلان. صاح باران باسم ديلان: يبدو أن أزهار الدم حامل بلحظات لا تنسى مرة أخرى. تم إطلاق النار على ديلان، وهو ليس مجرد إطلاق نار من هذا القبيل. سوف ينتشر العقل الباطن والصدمة التي يعاني منها باران في كل مكان. أصبحت حقيقة أن ديلان سيواجه نفس النهاية التي عاشتها والدته كابوساً لباران. أخيراً صرخ باران باسم ديلان. صرخ باران بصوت عال بسبب عدم قدرته على نطق اسم ديلان. دعونا نرى كيف ستتطور الأمور من الآن فصاعداً. قبل مشهد إطلاق النار، استمر الاثنان في تقديم الوعود لبعضهما البعض. الآن سيواجه باران احتمال رحيل ديلان. بينما بدأ باران في الارتباط بديلان، نأمل أن يؤدي خوفه من فقدانها إلى تسريع اعترافه بالحب في المستقبل. إذا انتهت الحلقة القادمة بهذا الشكل، فمن يعلم كيف ستكون نهاية الموسم؟ بادئ ذي بدء، لنفترض أن الحلقات الساخنة بدأت تحدث. تصرف باران بشكل غير مخطط له وسقط في أيدي الأشرار. لسبب ما، عندما يقول باران ديلان، يتوقف تدفق المياه ويتوقف عقله عن العمل. في مثل هذه المواقف، يكون ديلان أكثر مرونة ويقظة. يبدو الأمر وكأن باران قد تم القبض عليه فقط لدعم ديلان. باران يشعر بالذنب، نظراً لأنه لم يعقد صفقة، فقد حاولوا التخلص منه عن طريق اختطاف ديلان. لهذا السبب ألقى باران بنفسه في الموقف. رداً على هذا الموقف، يذكر ديلان أنه كارابي، قولة لا تنسى من باران إلى ديلان. يعمل ديلان وباران معاً ويحاولان الهروب. على الرغم من أنهم يبدون هواة بعض الشيء، إلا أنهم تمكنوا من الهروب. الزوجان اللذان يقضيان الليلة معاً سوف يدفئ قلوبنا. في هذه الحالة، وقع حسن وفرات أيضاً في الأوهام مرة أخرى. بدأوا على الفور بلعب لعبة الآغا وقاموا بمحاولات جديدة لإنهاء باران. أزادوا أصيب بنوبة قلبية مرة أخرى. من ناحية أخرى، تبنت سفر الفتاة التي التقت بها في المطعم واعتنت بها على الفور. عندما تصبح سيفري وعائلتها قريبين ومترابطين، قد تظهر عائلة الطفل. هل تم إطلاق النار على باران؟ وفي المشهد المثير سمع صوت إطلاق نار قوي. نعتقد الآن أنه إذا أصيب ديلان بهذه الدرجة، فقد حان دور باران. من الآن فصاعدا سنراقب الأقسام التي سيتسلل إليها الأعداء. والآن سنرى ما إذا كانت الجهود الرامية لإنهاء باران ستستمر عبر ديلان مرة أخرى. يبدو أن باران لديه نقطة ضعف لديلان. هل سيوجه الرجال ذو العيون الواسعة السهام نحو ديلان؟ الحلقة القادمة هي أزمة عيد ميلاد جيهانا. في كل مسلسل، هناك دائما رجل مر بحدث سيء في عيد ميلاده ولم يحتفل به، وامرأة تموت من أجل الاحتفال. هنا أيضاً، يفكر ديلان في الاحتفال بعيد ميلاد جيهان. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أنه يبلغ من العمر 18 عاماً تجعل ديلان متحمساً. على الأرجح، فقد باران وجيهان أمهاتهما في هذا التاريخ، ولهذا السبب لا يحتفلون. البعض منا يتعامل مع الواقع وليس الأحلام. أي باران، أنت متوتر للغاية مرة أخرى. يسأل ديلان بلطف عن أحلامك وينظر إلى الإجابة التي يحصل عليها. هناك توتر برج الجدي على باران. قدمت هذه الحلقة موضوع الأسبوع المقبل. سنرى معا ما ستحققه الاتفاقيات المبرمة. لقد عانينا مرة أخرى من الضربات التي تلقاها ديلان. دعونا نأمل أن تكون هذه هي النهاية. يعود باران ويجد ديلان على الأرض، وبالطبع يشعر بالقلق عندما يراه مصاباً في رأسه. أظهرت نبرة صوته عندما قال إنه سيأخذ ديلان إلى المستشفى على الفور أنه كان خائفاً للغاية. القصر سيكون في مشكلة هذا الأسبوع، يقول فرات. أخبر باران ديلان دائماً أنه سيكون بجانبه ويحميه، إلا أن هؤلاء الأعداء تمكنوا من التسلل إلى القصر وإيذاء ديلان حتى في حديقة القصر.
ولهذا السبب سيحيط باران بعائلته لأنه لا يستطيع ضمان سلامتهم. قد يكون هذا هو السبب وراء قول فرات مثل هذا الشيء. نهج باران تجاه ديلان لا يمر دون أن يلاحظه أحد. أياً كان من يقوم السيد حسن بتسميمه مرة أخرى، فقد يكون آزاد، فهو يحاول تضخيم البيئة بحيث تشتعل فيها النيران إذا ومضت ولاعة. نهاية حسن ستأتي من قدرت. داعي كودريت يحاول تسجيل أهدافه الأخيرة حتى يقف على قدميه مرة أخرى. ألا تشرق الشمس كل يوم وكأنها فرصة. إنها فرصة للتجربة والسماح بحدوث الأشياء الجيدة. ربما علينا أن ننسى الأشياء التي ليس لها علاج. ما رأيك؟ في هذا العالم الفاني يجب أن نفعل كل ما هو جيد لبعضنا البعض. شاهدنا سلوك باران المزعج مرة أخرى، بارد وعنيد وغير مبتسم وعدواني. يحاول ديلان الوصول إلى باران مرة أخرى. باران يدرك أنه دمر كل من في المنزل. في المقطع الترويجي يقول جملة حول إدراك ديلان لقيمته بعد أن فقد أحد أحبائه. ثم نجد ديلان ملقى على الأرض. ومرة أخرى لا يمكننا أن نمنع أنفسنا من التساؤل عما حدث لديلان. ديريا تفعل الشر باستمرار في ملاحقة هذه الفتاة ولا تتم معاقبتها. وكانت الفتاة تضرب باستمرار من الرقبة والرأس. وكانت النتيجة لا شيء. الآن مرة أخرى سيكون من غير المنطقي أن تفلت ديريا من العقاب ويستمر ديلان في تدفق الحياة. بعد العديد من الضربات ستعاني إما من فقدان الذاكرة أو سيتم سجن ديريا. من ناحية أخرى لم تستطع ديريا تحمل حشوة فرات. في القصر علم أن الأمور قد تحسنت بين أزاد وديلان وأن ديلان سيطر على القصر. نعتقد أنه ربما هاجم ديلان في نهاية هذا. فهل تعتقد ديريا أن باران سيأتي إليها بذراعين مفتوحتين؟ بعد هذا الحادث قد يقطع الاتصال مع أزاد ديريا. هدأت الفوضى والعاصفة. الآن يهيمن صمت الحملان على المسلسل. تراجع الأشرار ليقوموا بحركتهم. في هذه الحالة ركز باران وديلان على شؤون الأسرة مثل الزيجات الروتينية. لا تستطيع ديلان تحمل علاقة أزاد وباران السيئة. من ناحية أخرى يميل باران إلى حرق السفن في لحظة. بل على العكس من ذلك فإن ديلان يتقدم بشكل بناء. ولذلك يبدو أن الصراع بين أزاد وديلان يهدأ في هذه المناسبة. حتى أن ديلان تلقى دعما من العم قدرت بشأن هذه القضية. هناك الكثير من التقدم في كودريت. إنه تقريبا بمثابة جسر بين ديلان